مش كده يا اختي، المرايات كلها مغيره، النسوان بتشوف نفسها في المرايه تبقى عايز تضرب روحها بالجزمه، بتوحشهم اكتر ما هم وحشين. بقول لك ايه، بيروح الراجل بتاع الكريمات وليه الكريم ده خلص عايزين منه تاني. اوعي تنسي. كملي. صباح الفل. اهلا. لسه فاكر؟ لسه فاكر قلبي يدي. اخلص يا هيمه، عاوز ايه؟ عاوز احلق. نعم يا اخويا، ما تروح تحلق، غلطان في العنوان يا حبيبي، هنا حلاق حريم يا سيد الرجاله. ما هو كله شعر يا كوريا، وكمان حاسك هتحلقي لي احسن من اي راجل. اخلص يا هيمه، هتطفش النسوان اكتر ما يطفشان، يعني تقولي اي واحده دلوقتي لو دخلت انت بحلق للراجل. قولي لهم خطيبي وبحلق له، وانا غريب؟ اطلعي بره يا شيماء وردي الباب وراك، ما تدخليش حد. حاضر. بتبطل دلع بقى وتقول عاوز ايه؟ وايه المشكله لما تدلع عليكي؟ انا عاوز حلقه حلوه كده عشان لما امشي جنبك ابقى احلى منك والبنات تقعد تبصبصي. وتمشي جنبي ليه ان شاء الله؟ انت لسه قافشه ولا ايه؟ شوف يا هيمة، انت طول عمر دبلتك في ايدي ولا بحس بيها، كانها حته من لحمي بالظبط، بس البراتي بقى من ساعه ما لبستها وانا حاسه ان صباعي وجعني يا ابراهيم. عشان قلعتيها يا كوريا، كبداكي ما يتقلعلوش دبله. ده انا كبداكي يا بت اللي ساب 40 مليون حرمه في مصر وحبك انت. تقسيش عليا يا كوريا عشان قلبك ما يوجعكيش. وجعني يا هيمة، وجاني عشان بقتش عارفه اريحه من ناحيتك، ما عدتش مأمنالك، مش مطمنالك كده، حاسه ان في اي وقت هتجيب سكينه تلمى وتغزها في قلبي. انا عمري ما حد ملا عيني غيرك يا كوريا، حتى نوال. نوال دي انا ما خدتش بالي منها غير لما انت كترتي الكلام عليها. يا سلام. يا خلاص يا راجل. في ايه يا وليه؟ اطلعي بره، اطلعي بره. ايه الولاد مجنونه دي؟ فضحتنا. انا عمري لا حبيت ولا احب حد زيك يا كوري، انت حياتي. يو يا راجل، محل ازاز.